الديب برين ستيميوليشن اللي هو تحفيز المخ بالكهرباء يعتبر اجراء رائع، بس رائع للصغيرين اللي هم سنهم 45 50 60 سنه. بعد سن 70 سنه لا يوصى به، لان نسبه حدوث النزيف منه بتوصل ل 20%، ولو المريض سنه اكتر من 70 سنه ما بننصحش بالديب برين ستيميوليشن او الدي بي اس او التنبيه عن طريق الكهرباء. حاجه تانية، ان الديب برين ستيميوليشن من ضمن عيوبه ان هو طبعا بنحط بطاريه تحت الجلد، والبطاريه دي المريض بيزود او يقلل كميه الكهرباء اللي المخ عايزها عشان يتحرك عن طريق الزرارين في الجهاز. لو الجهاز او لو الطريقه دي بعد فتره فقدت تاثيرها، ما بنقدرش نشيل السلك من المخ ولا بنخلي الجهاز موجود، فده بتبقى حاجه بيرمننت، يعني حاجه ثابته مع المريض بقيه حياته. بالنسبه للديودوبا بامب، او اللي هي البامب عن طريق الانبوبه، الناس بتخاف من الانبوبه، لكن انا عايز اقول حاجه، ان دلوقتي الناس اللي بتعمل تكميم المعده بتستخدم الانبوبه، البالونه بتستخدم الانبوبه، حتى المرضى اللي ما بيبلعوش او عندهم مشكله في البلع، الاكل بيدخل في القصبه الهوائيه بدل ما يدخل في الجهاز، بدل ما يدخل في المريء، وده بيؤدي الى حدوث التهابات رئويه متكرره، بنعمل لهم انبوبه علشان المريض بدل ما يبلع يدخل الاكل على طول على المعده. فدلوقتي الانبوبه بقى اجراء سهل وبيتعمل كل يوم، وله دواعي كتير نعملها، فاحنا بنعملها في الدواعي اللي هي تعتبر رفاهيه، يعني واحد عايز يعمل تكميم معده، واحد عايز يعمل زي ما قلنا بالونه او حاجه زي كده، بنعملها من غير ما نفكر كتير. لكن في الحالات لما تكون مطلوبه بقى والمريض مش هيعيش الا بيها، بنقعد نفكر ألف مره نعملها له ولا ما نعملهاش، في حين ان هي الطريقه الوحيده الامنه. يعني لو قارناها بين الديب برين ستيميوليشن اللي هي الكهرباء والديودوبا بامب، بنلاقي ان الديودوبا بامب دي كمان ممكن المريض يشيلها، يعني لو ركبها واتضايق منها او بعد فتره ما جابتش نتيجه او حصل اي مشكله ممكن يشيلها، بسيطه يعني، ماهيش مشكله صعبه. فانا مش عايز الناس تحس ان يعني ده انا هعمل منظار وهركب انبوبه، انت بتفكر في ايه؟ انت بتفكر في منظار وانبوبه هيتركب في ربع ساعه هيفرق في حياه المريض لمده 10 سنين قدام، مع ان انت نفسك ممكن كابن المريض او بنت المريض تروح تعملي تكميم وتقعدي في العمليه ساعتين ثلاثه علشان تعملي عمليه رفاهيه. انا بعتبرها انها رفاهيه، لان في وسائل كثيره لتخفيض الوزن غير العمليه دلوقتي، لكن ما علينا. انا بس بقارن او بعايز انوه الى ان مده العمليه او الانبوبه ليست شيء الواحد ينزعج منه، لان انا بغير نوعيه حياه مريض بالكامل، مريض ما يقدرش يدافع عن نفسه، مش عارف ان فيه امل ان هو يرجع تاني يتحرك ويخرج للدنيا ويروح السوق ويركب عجله او يروح البحر، او يعني هو مش عارف. فانا عايز الاهل يبقوا واعيين تماما ان ده فرق في كواليتي اوف لايف بتاع المريض، وكمان وكمان ان انا بمنع عنه امراض شديده جدا وامراض خطيره جدا ومعاناه لمده سنتين ثلاثه قبل ما يموت. يعني انا كمان مش هقول بمنع الموت، ربنا الامر بيد الله، لكن ربنا بيسبب الاسباب. يعني احيانا لما بقول ان احنا بنطول حياه المريض يقول لك انت بتكفر بالله وربنا، اللي انت اللي بتطول. انا هضرب لكم مثال بسيط جدا، زمان كانت الناس بتموت من الدفتيريا والكوليرا وي 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 والامراض المعديه عند سن 20 سنه، اللي كان بيوصل 30 40 سنه ده كان بيبقى عدى. يعني بعد التطعيمات الناس اعمارها زادت، مقارنه الحقبه دي بالحقبه دي اعمارنا دلوقتي بتوصل لحد 100 سنه و120 سنه، زمان كانت الناس بتوصل 30 40 سنه، ده اللي يعدي مرحله الطفوله. فمعنى كده ان الحاجات دي طولت عمر الناس، مش طولت عمر الشخص نفسه اللي هو خد اللي هو كان في مثلا في سنه 1940 طولت عمره، ولا طولت حقبه تانية بعد ما تدخلنا بهذه الوسائل. فاحنا لما بنتدخل هذه الوسائل بنعطي العيان نوعيه حياه جيده، بنحميه من المضاعفات اللي ممكن تاثر عليه ودخوله المستشفى والبهدله والمعاناه، وبتدي له صحه وبتدي له بتمنع عنه الاسباب اللي قد تؤدي الى وفاته في اي لحظه. دي بس كانت اضافه علشان اوضح برضه نقطه مهمه للناس اللي بتبقى متخوفه من الانبوبه. واشكركم على الاستماع، والسلام عليكم مره اخرى.